الاتحاد اعتقدتها في الشباك يا بدري، اعتقدتها حركت المرمى يا بدري، لكن ضاعت ومعها كانت الصافرة، ومعها سيكون هناك شوط آخر. إلى ذلك الحين مشاهدينا متابعينا في كل مكان، أترككم في حفظ الله ورعايته، تقبلوا تحياتي، محدثكم فارس حوض، والكلمة تنتقل للزميل الأخضر بريش، تفضل لك الكلمة. في السوبر الأخير اللي فاز في ريال مدريد أو قبل الأخير هناك في جدة أمام أتلتيكو في النهائي، ولقطة الكرت الأحمر، وكان صاحب لقطة أيضا في السوبر اللي في الموسم قبل الماضي. دائما ما يكون لفالفيردي لقطة بطولة في مشهد السوبر ومشهد النهائي. الكرة تصل إلى غوندوغان، بيلعب لك كرة إلى فرانكي ديونك، عرضية رأسية، لكن شوف فالفيردي، نتكلم عن لقطتك يا فالفيردي، هل هي اللقطة؟ لكن الريال يريد أكثر، الكرة تصل إلى كوندي، كوندي يحاول لكنه فينيسيوس، فينيسيوس يتقدم، بيلعب لك كرة من لمسة يا بيلي، بيلعب لك كرة إلى مندي، فينيسيوس والسوبر هاتريك، فينيسيوس والسوبر هاتريك، هل تريد قتل الجميع يا فينيسيوس؟ عرضية لا تصل إلى بيلينغهام، الكرة بتتحول إلى خارج الملعب، إلى رمية تماس، هذا هو فينيسيوس في اللقطة الماضية، وهذه الكرة، هذا بيلينغهام، ثلاثة أهداف استطاع أن يصنع وما زال يصنع، والكرة من فالفيردي من بعيد، فالفيردي يحاول، الكرة تصل بعد ذلك إلى كرفخال رجل مباراة النصف النهائي، والذي استطاع أن يصنع ويسجل وأن يقود ريال مدريد إلى موعد المباراة النهائية. الكرة تصل في نص الملعب، في التمريرة إلى ناتشو، عادت بعد ذلك وصلت إلى مندي، مندي بيرسل كرة في مكان، عادت الكرة مرة أخرى إلى توني كروس، تخيل على الأوضاع توني كروس يسجل، والله صوت ما تعرف الصوت كيف راح يطلع في لقطة الكرة. مشاهدينا أراوخو وكرت أصفر، ركلة جزاء لمصلحة ريال مدريد بعد 36 دقيقة مرت من زمن شوط المباراة الأول. يا للإثارة التي تأتي، يا للجنون الذي يحدث، فينيسيوس يشترك في كرة مع أراوخو، جافي لا يصدق هذه اللقطة، وهو الذي فاز في العام الماضي بثلاثة أهداف مقابل هدف. شوف أراوخو يد اليسرى في حالة إهمال، شد بالنسبة لفينيسيوس، سقوط فينيسيوس في منطقة الجزاء في لقطة بالتأكيد ربما كان من الممكن بأن يصل إليها أراوخو، لكن الكرة أيضا بتتحول إلى ركلة جزاء بالنسبة لريال مدريد، والفار سيكون في الحديث الآن. نشوف ونتابع، نشوف ونتابع هذه اللحظات، ركلة الجزاء مشاهدينا متابعينا، بالنسبة هل ستكون بالنسبة لفينيسيوس ركلة الجزاء هاتريك، هل يكون في حضور لاعبي ريال مدريد السابق بالتأكيد سيدور الذي يشاهد ويتابع هذه اللحظات. الآن نشوف هذه الأوقات، هذه اللقطة، هذه اللعبة عن طريق فينيسيوس، هاتريك تاريخي سيكون من خلاله فينيسيوس على موعد. هاتريك تاريخي سيكون من خلاله فينيسيوس عن طريق ركلة الجزاء إن استطاع أن يسجل في مباراة اليوم. هذه اللقطة في 37 دقيقة نشاهد ونتابع فينيسيوس الذي صمم طويلا هذا الموسم وغاب طويلا هذا الموسم يقترب من أن يسجل هاتريك في شوط واحد. فيني سيتقدم من علامة الجزاء فينيسيوس، الله بأكملها، السوبر فينيسيوس يسجل الهدف الثالث، السوبر فينيسيوس يسجل الهاتريك
في شوط واحد بالنسبة لريال مدريد في كأس سوبر إسبانيا. الرقم 7 قلب كل شيء في شوط واحد وسجل الأهداف 3 من علامة الجزاء يسجلها فينيسيوس. هذه الكرات التي ارتطمت بالعارضة في الصيف يا فينيسيوس، هذه الكرات التي ارتطمت بالعارضة الآن كلهم في المرمى، في الودية تاحة في العارضة، في الرسمية فلتكن هنا في هذا الشباك، في هذه الشباك أمام كل هذه المدرجات. هذا تشافي، هذا تشافي، 3-1. فلورنتينو بيريز هذا الرئيس.